بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم متابعينا في كل مكان، نرحب بحضراتكم في شوط الختام، في شوط السلام والمحبة والاحترام، حيث انطلقوا الشباب، انطلقوا الأبطال في آخر أشواط هذا المساء، حيث انطلاقة شبابنا المنطلقين يقود المقدمة في هذه اللحظات ومسيطرا على المركز الأول. هنا ديبال عبد الله بن محمد بن عبيد الراشدي، بينما المركز الثاني القادم بكل قوة محمد بن مسلم بن حمرور العامري، وكذلك اندفاع ووصول وانضمام من شعاع وراشد بن سعيد المدحاني الاكتبي، غير على المركز الاول. ايضا القادم بكل قوة والواصل على مستوى المركز الثالث دمعان لسيف بن محمد بن سيف بن معضد المشغوني، قادم بكل قوة شبابنا القادمين، شبابنا الأبطال المتوجين الفائزين في حادثة لم تحدث من قبل في أي مهرجان، في أي كرنفال، في أي سباق، في أي رياضة، إلا في عاصمة الميادين. فكل الشباب الذين قدموا للمشاركة فائزين بهذا المهرجان بأوامر من سيد المكارم، بأوامر من سيد الأفعال والأقوال، بأوامر من سيد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، بمناسبة عيد الاتحاد 51 عمار يا الإماراتي، عمار عمار يا الإماراتي عمار، أدام الله عزك يا أبو خالد وجعلك ذخرا لنا يا رب العالمين. كن هصبي يسمعني ويوجه تحية، تحية وسلام، تحية وسلام لمن حضر هذا المهرجان. الكفوف ترحب والعيون ترحب والقلوب خفاقة، والله دقاتها بمكانها، مكانه وانت دراب يا ابو حمدان. لكن اعود الى شبابنا، اعود الى شبابنا اللي ما زال مسيطر، المشغوني المشغوني المشغوني، والله وانجن جنوني، والله وجن جنوني. مشكور على هذه التحية، سلامك وصل والكل فايز، اللي وصل واللي ما وصل، اللي قابض روحه واللي طاع عند خط البداية. لكن نتمنى السلامة للجميع، جائزة زايد وخير زايد عم الجميع. رحمة الله عليك يا زايد، رحمة الله عليك يا زايد. مشكور يا سيف، يا بن محمد، يا بن معضد، يا المشغوني. السلام إلى السويحان، إلى مدينة التراث، حيث يوم التراث يظهرون الأبطال وأحد رجال بن معضد. ونعم يا سيف، يا بن محمد، يا بن معضد، يا المشغوني. المركز الثاني يحمل الرقم 19 أتى مع المركز الثاني سعيد بن بطيب الراشد بن مرخان الاكتبي مع الغرنجي. المركز الثالث راشد بن سعيد بن راشد المدحاني الاكتبي مع شعاع. ورابع المراكز من يحمل الرقم 7 مشوش حمد بن سعيد بن قنازل بن حمرور العامري. وخامسا متعب مع المركز الخامس لراشد بن سهيل بن عبد الله بن مرخان الكتبي مع متعب. هكذا متابعينا في كل مكان، منافسة عاصمة الميادين وفرحة الأبطال وتحية وسلام. هذا المشغوني، هذا السيف، اسم على مسمى، وفرحة شبابنا بهذا الانتصار وبهذا الحضور المشرف الذي شرفنا دائما وعزنا الله بحضوره. فهو
هو نعمة من النعم التي نحمد الله عليها. أدامك الله يا أبو حمدان. التوقيت الزمني هنا أيضا في توقيت الحبسي 3 دقائق 18 ثانية وجزئين من الثانية. صاحب المركز الأول 3 دقائق 21 و9 أجزاء من الثانية. توقيت صاحب المركز الثاني 3 دقائق 24 وجزئين من الثانية. توقيت صاحب المركز الثالث. هكذا متابعينا في كل مكان نصل إلى ختام أمسية هذا اليوم في أول أيام افتتاح مهرجان جائزة زايد الكبرى. أحد الكبار دائما سالم بن علي الحبسي من مجموعة الكبار معلقي الوتبة المنضمين دائما.